مشاهدينا الكرام مساء الخير. هذا اليوم الطقس كان متقلب، أمطار متفرقة بين الحين والآخر بالشمال، وسحب عابرة كانت أحيانا كثيفة بالوسط والجنوب. الريح أيضا كانت قوية وفي شكل هبات، أثارت محليا الرمال والأتربة بمناطق الجنوب. الحرارة القصوى تراوحت ظهرا ما بين 16 إلى 20 بالشمال والمرتفعات، كانت في حدود 16 بتونس العاصمة، وما بين 21 إلى 26 ببقية الجهات. بقية هذه الليلة إن شاء الله يبقى الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار متفرقة بين الحين والآخر بالشمال والوسط، تكون محليا رعدية، سحب عابرة بالجنوب مع دواوير رملية محلية، البحر شديد الاضطراب. وفي هذا الغرض ثمة أعلان ينص عن هبوب رياح قوية بكافة مجالاتنا البحرية. الحرارة ليلا تتراوح ما بين 10 إلى 14، تكون أقل في حدود 8 درجات بالمرتفعات. توقعاتنا الجوية ليوم الغد إن شاء الله بالشمال والوسط طقس مغيم جزئيا، فأحيانا كثيفة السحب مع أمطار متفرقة تكون محليا رعدية. الحرارة في حدود 16 ببنزرت، 17 بتونس العاصمة، 17 بكل من قليبيا ونابل، 18 بزهوان، بالشمال الغربي 17 بباجة، 16 بتبرقة، 17 بكل من جندوبة وسليانة، 15 بالكاف، 15 أيضا بتالة و17 بالقصرين، أمطار متفرقة. بجهة الساحل 24 بالقيروان، 20 بسوسة و21 بالمنستير، 20 بالمهدية، بسيدي بوزيد في حدود 22، وبمناطق الجنوب بعض السحب 24 بصفاقس، 28 بمدنين، 27 بجربة، 25 بجابس، دواوير رملية محلية بكل من قبلي وتوزر 25، 27 بتطاوين، 28 برمادة، كذلك البرمة، و27 بأقصى الجنوب ببرج الخضر. الملاحة والصيد البحري بشمال تونس، تهب الريح غربية جنوبية غربية قوية من 25 إلى 35، تصل مؤقتا إلى حدود 40 عقدة ما يقارب 80 كيلومتر في الساعة. البحر شديد الاضطراب. بجهة خليج الحمامات ريح جنوبية شرقية ثم تتجه إلى جنوبية غربية شمالية غربية قوية من 30 إلى 40 عقدة، البحر شديد الاضطراب. وكذلك على منطقتي الشابة وجربة إلى غاية جرجيس ريح جنوبية شرقية ثم تتجه إلى جنوبية غربية شمالية غربية من 25 إلى 35، تصل أحيانا إلى حدود 40 عقدة، البحر شديد الاضطراب. نمر الآن إلى حالة الطقس بالنسبة لبعض المدن العربية والأوروبية. طقس صافن بنواكشوط 37 درجة ظهرا، 30 بأغادير بعض السحب، تكون السحب كثيفة بالدار البيضاء والرباط 16 درجة مع أمطار، 16 أيضا بالتلمسان، 14 بالجزائر العاصمة، أمطار بعنابة 14 وبعض السحب بطرابلس، كذلك بمسراتة إلى بنغازي 25 درجة ظهرا. بالنسبة للإسكندرية 22، 25 بالقاهرة، سحب عامة قليلة، حرارة اعتيادية بالأماكن المقدسة 30 بجدة كذلك بمكة، سحب قليلة بالرياض 31، أمطار منتظرة بكل من مسقط، أبو ظبي 27، الدوحة، المنامة 25، 26 بالكويت، سحب عابرة ببغداد، طقس في استقرار بالقدس، عمان، دمشق إلى بيروت 20، 15 بأنقرة، سحب عابرة بأسطنبول تكون كثيفة ببخارست مع أمطار، 20 بأثينا، أمطار منتظرة بإيطاليا 17 بباليرمو، 16 بكل من نابولي إلى روما، 15 بميلانو، 16 بنيس، أمطار بجنيف 11 درجة، أمطار أيضا باللوكسمبورغ وأمستردام، سحب عابرة ببروكسل تكون قليلة بباريس 14، أمطار ببراست، نانت، بوردو، تولوز إلى برشلونة وبالباو 9 درجات، سحب عابرة بفالنسيا، ملقا إلى مدريد تكون كثيفة بلشبونة مع أمطار 15 درجة. تطور الحالة الجوية للأيام القليلة القادمة، يوم الخميس إن شاء الله السحب تكون أحيانا كثيفة مع أمطار بالشمال ومحلين الوسط، الريح تبقى بين القطاع الغربي قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل، والحرارة القصوى تتراوح ما بين 16 إلى 20 بالشمال والمرتفعات وما بين 18 إلى 22 ببقية الجهات. بالنسبة ليوم الجمعة إن شاء الله تتغير العوامل الجوية، تعود إلى الاستقرار، سحب عابرة بأغلب الجهات، الريح تتجه من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب، وثمة ارتفاع في درجات الحرارة تتراوح عامة ما بين 22 إلى 26 على كامل البلاد. شروق الشمس بالنسبة ليوم الغد إن شاء الله سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و 14 دقيقة، في حين غروبها على الساعة 6 مساء و 37 دقيقة. أوقات الصلاة ليوم الغد إن شاء الله صبح بداية من الساعة 4 صباحا و 46 دقيقة، الظهر في حدود منتصف النهار و 32 دقيقة، العصر على الساعة 3 بعد الزوال و 55 دقيقة، المغرب على الساعة 6 مساء و 39 دقيقة، في حين صلاة العشاء على الساعة 8 مساء و 5 دقائق. كالعادة في الختام لمزيد من الإرشادات والمعلومات أمامكم رقم الموزع الصوتي، زيارة موقع الويب أو بعث إرساليات قصيرة SMS على الرقم 85012.
في ختام هذه النشرة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.